برنامج آثار وأخبار، نقف على الآثار فلا نعرفها، وعلى الشواهد فلا ندركها، وفي الآثار والشواهد روائع الأخبار، تحلو بها مجالس السمار. آثار وأخبار، برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من آثار وأخبار، والحديث موصول مع المسجد الحرام والتوسعات التي طرأت عليه عبر التاريخ. وكنا قد أشرنا في اللقاء الماضي إلى توسعة عمر ثم عثمان رضي الله عنهما. في العصر الأموي أجريت للمسجد الحرام توسعتان، الأولى كانت في عهد عبد الله بن الزبير في سنة 65 من الهجرة، ونحن نعرف أن عبد الله بن الزبير تولى الخلافة بعد معاوية بن يزيد، وتولي عبد الله بن الزبير الخلافة كان مثل الفاصل أو الحاجز بين الفرعين الأمويين. الفرعان الأمويان هما الفرع الأول يسمى الفرع السفياني، يبدأ بمعاوية بن أبي سفيان وينتهي بمعاوية بن يزيد، والفرع الثاني يسمى الفرع المرواني. كان الفرع المرواني بدايته بعد عصر عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير دعا الخلافة لنفسه وبايعه الناس، والصحيح أنه خليفة. والفرع المرواني يبدأ بعد عصر عبد الله بن الزبير في سنة 65 من الهجرة، بدأ بمروان بن الحكم والد عبد الملك بن مروان، وانتهى بمروان بن محمد المشهور بمروان الجعدي في سنة 132 من الهجرة، وبه سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية. طبعا الدولة العباسية قامت قبل ذلك، قامت في سنة تقريبا 128 وقبلها، لكن الدعوة كانت دعوة سرية، لكن الإعلان كان بموت مروان بن محمد بعد معركة الزاب، والتي فر منها بعد انهزامه في هذه المعركة إلى الفيوم، وقتل هناك بالفيوم في مصر. والزاب هذا نهر يقع قريب من وادي الزاب. وين وادي الزاب؟ وين المعركة اللي هزم فيها مروان بن محمد؟ الزاب اليوم شمال العراق بجانب إربيل في شمال العراق، جهة اليوم التجمع الأكراد. هزم هناك مروان بن محمد ثم فر إلى الفيوم وقتل هناك في إحدى القرى التابعة للفيوم. طيب، إذن هذه التوسعة الأولى التي كانت في سنة 65 من الهجرة. ماذا صنع عبد الله بن الزبير؟ زاد في المسجد من الجهة الشرقية، الجهة الشرقية التي هي جهة الباب، باب الكعبة، فزاد في المسجد، يعني وسع في الرواق الذي صنعه عثمان رضي الله عنه. لكن لما طبعا أيضا زاد في الجزء من الجهة الجنوبية اللي هي جهة بين المقام، بين عفوا الحجر الأسود والركن اليماني، هذه تسمى الجهة الجنوبية. ما أين زاد؟ زاد من الرواق، من المسجد، طبعا مو من الكعبة، من المسجد. وأيضا زاد حتى في الجهة الشمالية عكسها. في عهد عبد الملك بن مروان كانت هناك ليست توسعة، كان هناك تجديد للمسجد الحرام، رفع الجدران ورفع السقف، لكنه لم يزد فيها، لم تكن هناك توسعة للمسجد الحرام في عهد عبد الملك بن مروان. لكن التوسعة الثانية في عصر الدولة الأموية كان في سنة 91 من الهجرة، في عصر الوليد بن عبد الملك. ماذا صنع الوليد بن عبد الملك؟ زاد في مساحته في الجهة الشرقية، ونقض عمارة والده عبد الملك بن مروان، ورفع الجدران والسقف، لكن الوليد بن عبد الملك نقض هذا الذي صنعه أبوه وعمره عمارة متقنة، وهو أول من أتى بالأعمدة الرخامية من مصر والشام، وسقفه بالساج المزخرف، وجعل على رأس الأعمدة صفائح الذهب، وألبس نصف الجدران من داخل المسجد بالرخام، وجعل له مثل المظلات حتى بلغت توسعته في عهد الوليد بن عبد الملك 10,000 متر وربع، يعني 10,270 متر تقريبا. إذن هذه
توسيعة الوليد بن عبد الملك رحمه الله. كانت هناك أيضا توسيعات في العصر العباسي، وهي توسيعات كثيرة أنا ما أحب أشغلكم بها كثيرا. كانت هناك توسيعات في عصر أبي جعفر المنصور، وهذه طبعا تعتبر من أشهر التوسيعات في سنة 137 من الهجرة، لأن أبي العباس السفاح وهو أول خليفة لم يتولى الخلافة كثيرا، مات يعني بعد فترة قريبة. ثم بعد ذلك شهد المسجد الحرام توسيعات كثيرة في العصر العباسي عبر سنين طويلة فيما يطول ذكره، واستمرت هذه التوسيعات في العصر العباسي وفي العصر المملوكي، واستمرت أيضا حتى في العصر العثماني، وكان الخلفاء كابرا عن كابر يسعون إلى الزيادة في المسجد الحرام. وحتى في العصر العثماني تحديدا كان العثمانيون يرون أن من جل اهتمامهم وعنايتهم الاهتمام بالمسجد الحرام. فمنذ سنة 931 لما قام السلطان سليمان المعروف بسليمان القانوني بتجديد باب السلام، وجدد بعض مآذن المسجد الحرام، ورخم السقف الشرقي من المسجد الحرام، وأضاف له إضافات أخرى، وأيضا قام بأعمال أخرى، وقام بعد ذلك السلطان سليم الثاني بإعادة المسجد الحرام، وثم من جاء بعده من الخلفاء كانوا حريصين على إجراء هذه التوسعات عبر التاريخ. لكن لا شك أن من أشهر التوسعات التي صارت محل عناية وذكر المؤرخين هي التوسعات التي جرت في عهد الدولة السعودية، بدءا من عصر الملك عبد العزيز إلى عصر الملك عبد الله رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذه التوسعات لها ذكر كبير، سنرجو الكلام عليها إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بتاريخ الحج لاحقا، لأنها متعلقة بالحج. طيب، هذا فيما يتعلق بالمسجد الحرام. عندنا الآن من الأماكن والآثار التي تحكي أخبارا كثيرة وجود بعض المساجد التاريخية في مكة، وهذه المساجد يزيد عددها على 30 مسجدا، وكل مسجد من هذه المساجد يحكي قصة. من الصعب أن نستقصي كل هذه المساجد، لكن سنحاول أن نشير إلى بعض هذه المساجد وبعض ما يتعلق بها. في مسجد يقال له مسجد الإجابة، هذا مسجد الإجابة يقع بالأبطح، الأبطح اللي هي المعابد اليوم. أنت لما تدخل مكة من جهة السيل وتدخل حتى تصل إلى المعابدة، سيأتيك مسجد بجانب القصر مقابل مبنى الشرطة، وهذا المسجد يقال بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صلى في موضعه، وكان اسم هذا المسجد بمسجد قنفذ نسبة للمكان، يقال نسبة لآل قنفذ، ولذلك يسمى المكان بشعب آل قنفذ. وتكلم على هذا المسجد يعني جماعة من العلماء كالأزرقي والفاسي في شفاء الغرام، والأزرقي في تاريخ مكة، وجرت عليه توسعات أيضا بعد ذلك. في العصر المملوكي وحده جرت عليه 3 توسعات للدلالة على عنايتهم بهذا المسجد، وفي العصر العثماني أيضا جرت عليه توسعات أخرى. من المساجد أيضا المشهورة مسجد يقال له مسجد جعفر الطيار، وهذا المسجد تؤرخ عمارته بسنة 945 من الهجرة، ويقال بأن هذا المسجد كان قريبا من دار جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه. هناك مسجد أيضا يقال له مسجد الجن، أو يسمى بمسجد الحرس. لما يقال له مسجد الحرس؟ لأن الحرس كانوا يطوفون بمكة المكرمة، ويعرف هذا المسجد أيضا بمسجد البيعة، وهو غير مسجد البيعة الذي في منى، هذا مسجد آخر، وإنما سمي بهذا المسجد لأنه في هذا المسجد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خط لعروة بن مسعود الثقفي ليلة اجتماعه بالجن ومبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن اشتهر بمسجد الجن لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم الجن في هذا المكان، فإما أن يقال له مسجد البيعة وإما أن يقال له مسجد الجن، وهو ما زال معروفا إلى يومنا هذا بصفته، وأجريت عليه توسعات شهيرة
ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. من المساجد أيضا المشهورة مسجد يقال له مسجد غزة، ومسجد غزة هذا مسجد أبيض بجانب المسجد الحرام، واضح يقع تقريبا في الجهة الشمالية للمسجد المسجد الحرام، ويعرف بمسجد الراية، يعرف بمسجد الراية لأن الرايات التي نصبها الجيش الإسلامي يوم فتح مكة في السنة 8 من الهجرة كانت هناك، وهو يقع اليوم بين شارعي غزة والجودرية، وكان موضعه قريبا من سوق مكة عند بئر جبير بن مطعم ابن عدي رضي الله عنه، وهو قريب جدا من المسجد الحرام. من المساجد المشهورة أيضا مسجد ذي طوى، وهذا المسجد أيضا يقال بنته زبيدة، ويقع حاليا أمام مستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة بحي جرول في الناحية الجنوبية الغربية، وأيضا له ذكر في التاريخ. هناك مسجد أيضا يقال له مسجد سوق الغنم، وهذا المسجد بايع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعرف بسوق الغنم لأنه عند سوق الغنم، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بايع فيه وصلى فيه، وأعيد بناء هذا المسجد وترميمه. وهناك أيضا مسجد يقال له مسجد بلال، ومسجد الشجرة، وهناك مسجد المتكى، ومسجد جبل النور، والذي يقع في جبل حراء الذي يعرف بجبل النور نسبة إلى النور الذي أنزله الله عز وجل على المسلمين بالقرآن الكريم. هناك مساجد أخرى في بعض المشاعر المقدسة مثل مسجد نمرة في عرفة، والذي يعرف أيضا بمسجد الخليل، ويعرف أيضا بمسجد عرفة، ويعرف بمسجد عرنة نسبة للوادي، وهو مسجد مشهور يخطب فيه خطيب عرفة كل سنة في وقت الحج. هناك مسجد الصخرات، وهو بأسفل الجبل عرفة على يمين الصاعد إلى الجبل، وهذا الجبل أيضا من الجبال التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشية عرفة فيه. هناك من الجبال أيضا مسجد الخيف، ومسجد الخيف هو من المساجد الشهيرة في ميناء، وهذا المسجد بني يقال أنه في العصر النبوي، ثم أعيد ترميمه في عبر التاريخ لا سيما في العصر العباسي، وأضخم عمارة شهدتها هذا المسجد في عهد السلطان المملوكي غايتي باي في سنة 874 من الهجرة. أختم بهذه الطرفة عن المسجد، مسجد الخيف. مسجد الخيف اللي هو بجانب الجمرات المسجد الكبير، يقال بأن قيس بن الملوح الذي كان يعشق ليلى، والذي كان يخاطب الجبل الذي يجمعهما أحيانا، يا جبل التوبادي حياك الحياء، تدري أخي أختي أين يجتمعان قيس وليلى؟ يجتمعان عند جبل التوباد. جبل التوباد وين مكان الآن؟ وين مكان اجتماع قيس وليلى؟ لو خرجت من الرياض متوجه إلى الخرج 70 كيلو جنوبا، ثم تأخذ طريق يقال له طريق الجنوب، الطريق الذي يأخذك إلى الخميس مشيط، بعد 350 كيلو أو 30 كيلو من الرياض تصل إلى مدينة مشهورة، محافظة يقال لها محافظة الأفلاج، بعد محافظة الأفلاج ب80 كيلو أو أقل تصل عند جبل التوباد مكان اجتماع قيس وليلى. ففي يوم من الأيام وقيس كان في مسجد الخيف أنشد قائلا بعد أن سمع رجلا ينادي يا ليلى، ينادي ليلى قد تكون قريبته أو زوجته، فهذا قيس المجنون طار قلبه على ليلى صاحبته فأغمي عليه، فلما أفاق قال وداع دعا إذ نحن بالخيف من منن، فهيج أشواق الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار طيرا كان في صدري. قيل له ويحك، أتقول مثل هذا في هذا المشعر الحرام؟ انطلق وأعلن توبتك عند بيت الله. فلما جاء به إلى المسجد الحرام وقف أمام الكعبة ليعلن توبته أنشد قائلا أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت الذنوب، وأما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب، عياذا بالله. للحديث بقية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج
آثار وأخبار للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.